القصة ديال اليوم كتدور على عائلة ريتشفورد اللي كاملين كانت النهاية ديالهم بواحد الطريقة غريبة داخل المنزل ديال هاد المنزل. هذا كيتعتبر من أكبر المنازل في التاريخ لأي عائلة كتحلم يكون عندها بحال هاد الدار أو لهاد القصر، ولكن داكشي اللي وقع ليهم في هاد المنزل هذا عرفوا بأن المنزل مسكون. حقاش الطريقة اللي كيموت بها أي واحد من العائلة غريبة، كيلقاوه يا إما منتاح يا إما ميت وعيني خارجين وكيشوف في السقف، وكل شخص فيهم كتكون النهاية ديالو بهاد الطريقة هذه. شي واحدين قالوا بأن العائلة كاملة مسطية أو اللي فيها الجنون، وشي واحدين اخرين كيقولوا بان المنزل ملعون وساكنوا جنون، واخر واحد من العائله بصح تصاب بالجنون وكانت النهايه ديال الحياه ديالو في مستشفى للحمار. رغم ان هاد العائله كتصنف من اغنى العائلات في العالم، ولكن القصه ما كتساليش هنا. القصه كتبدا من الشخص اللي غادي يجي يشري هاد المنزل هذا وتحدى بانه غادي يسكن فيه واخا يكونوا فيه جنون او لا مسكون او لا ملعون. قبل ما نبدا في القصه بغيت نقول لكم واحد المحتوى غادي نديرو في رمضان اللي هو عباره عن القصص ديالكم نتوما. بغيت اي واحد عنده قصه وبغى يشاركها مع الاصدقاء ديالو يصيفطها ليا انستغرام، غتلقاو الرابط في الوصف، وداكشي غادي يكون بالترتيب تدريجيا، وهذا المحتوى غادي نبداه من هذا الفيديو هذا. يلا نقاد القصص ديالكم ونكتبها ونقراها مزيان باش النهار الاول في رمضان نلوح اول قصه، وغادي نلوح 30 قصه خلال شهر رمضان كل نهار مع التسعه. بلا ما نطول عليكم، بغيتكم تخليوا لي القصص اللي عشتوهم وبغيتوني ندير عليها فيديو تخليوها لي في ميساج فوكال في انستغرام. نبداو القصه ديالنا. مني ماشت العائله كامله القصر ديالهم او المنزل ديالو، حتى واحد ما بغى يشري حقاش كانوا عارف اللي شرى داك المنزل وسكن فيه غادي يوقع عليه كيف ما وقع للعائلة ريتشفورد. هادشي هو اللي خلى الثمن ديال المنزل يكون قليل بواحد السعر ما كيتخيلش. حتى لواحد النهار غادي يبان واحد الشخص وغادي يقول لهم بغيت نشري هاد المنزل ونسكن فيه، حقاش الثمن اللي كانوا باغين في المنزل ما كيسوى والو. هو كان بغى يشد هاد المنزل هذا ويرجعوه على شكل مشروع، الا كانوا شي واحدين باغين يصوروا يكريه ليهم او لا يرجعوه مجمع سياحي ويجيو ليه السياح، ولكن القدر غير هادشي كامل ودخله واحد الافكار بان غادي يصلح هاد القصر هذا او هاد المنزل ويسكن فيه. من بعد ايام قليله صلح المنزل وقادو كامل ويرجع عند الزوجه ديالو، قال لها باننا غنسكنوا في هذا المنزل هذا. مرتو دخل الشك، قالت لي واش انت مسطي ولا حماق؟ كاين شي واحد كيسكن في منزل عائله ريتشفورد؟ واش بغيتي يطرى لينا كيف ما طرى ليهم؟ اما الراجل قال لها هادشي مجرد خرافات، انا ما كنامنش بهادشي، ولا بغيتي تسكني يلاه معايا تسكني، راه قصر بهذا الثمن هذا باغاه اي عائله في العالم. قدر يقنع الزوجه ديالو وتحولوا لهذا المنزل هذا. وهذا الراجل هذا كانت عنده بنيه. من بعد اسابيع وشهور البنت الحاله ديالها النفسيه والصحيه بدات كتدهور، اللون ديال البشره كيبان ليه مخطوف. واحد النهار ويسولها قال لها مالك بنتي واش عندك شي حاجه؟ غير قول لي انا نعاونك. صارحاتو بداك الشيء اللي شاف واللي كيوقع ليها بانها كيوقعوا لها شي حوايج في الغرفه ديالها، وكاين واحد القط حل كيجيها في الليل وكيبقى مريح على الخاميه ديال الشرجم، وماشي غير هذا الشيء كنسمع اصوات. الراجل واخا سمع هذا الشيء كامل اللي قالت ليه بنته ما تيقهاش وقال هذا الشيء مجرد اكاذيب. ما خاتش الامر بجديه وبشات ايام. واحد النهار كان مريح في البار مع الاصدقاء ديالو وهو يقول لهم داك الشيء اللي قالت ليه بنته، نقز واحد صاحبه قال ليه كنعرف واحد المشعوذ غادي تفكك من هذا الشيء وترجع لك البيت عادي، والا كان مسكون غتقول لك اللي كاين وغتحيد لك هذا الشيء كامل. الراجل ما تاقش بهذا الشيء، قال ليه كيفاش نجيب انا مشعوذه ونعطيها الفلوس باش دير لي شي حوايج ما كاينينش او لا باش تحيد لي واحد الاوهام اللي انا اصلا عارفهم ما كاينين. رجع للدار وهو يتخاصم مع المراه ديالو، مرته قالت ليها ما بقاش نسكن معاك في هذه الدار هذه، الا بغيتي تسكن فيها هي خليتها لك. مشات وخلاته عايش فيها غير بعد، بقى عايش مده اسبوع وهو يطرى لي داك الشيء اللي كانت قالت ليه بنته. شاف واحد القط كحل وان شي واحد كيتحرك واصوات ناض كيقلب، ما لقى حتى شي حاجه في الدار. كان كيحسب لي بانها خلى الشرجم محلول او الباب محلول، داكشي علاش القط دخل، ولكن تفاجئ فاش لقى كلشي مسدود وهذا القط ما عندوش منين يدخل. ديك الساعه هو عيط للاصدقاء ديالو، الاصدقاء ديالو كانوا جوج عاديين وواحد صحافي، قال لهم هذاك الشيء اللي وقع ليه. صاحبه قال لي شوف اليوم وغدا بات عندي، بما عيطنا على الراهبه او للمشعوذه اللي غتحيد لك هذا الشيء كامل من الدار. من بعد العديد من المحاولات قنعوه بان المشعوذه تجي للدار، وجا النهار الموعود. جات واحد السياره حتى لعندهم، عتنزل منها واحد الانسه باين عليها الثراء حتى من اللباس ديالها من الاثواب والملابس الباهظه الثمن. دخلت وهي تقول لهم انا دايره واحد الاتفاقيه مع الجنود، واحد البنود واحد العقود، خاصني ندير واحد طلاميس وهاد الطلاميس عندهم قوانين، حتى واحد فيكم ما يتدخل او اللي يدير شي حاجه خارج على العاده. دخلوا للدار، المشعوذه بدات في الطلاميس ديال وهي كتقول في التعاويد ودوك الطقوس ديالها، حتى غادي يبان لهم واحد الدخان اللون ديالو كحل وطالع من واحد الطابله، وهو طالع هاد الدخان حتى كيتكون واحد الشبع، وهاد الشبع عنده اربعه رجلين. كلشي خاف ويشد الدهشه من هاد الشيء اللي كيشوف. اما الراهبه او المشعوذه ما كايناش في هاد العالم، الصوت ديالها تحول وبانت لهم بانها منسجمه وداخل هاد العالم ديال الجن. اما الصحفي كان عاجبه الحال، فجاه جبد الكاميرا وبغى يصور هاد الشيء، قال مع راسه بانه غادي يكون هو اول واحد غادي يصور الجن، وهاد الصوره اللي غناخذ غتكون تاريخيه. في اللحظه اللي يلا بغى يصور المنزل كامل تهز، والراهبه او المشعوذه تهزات الفوق وطاحت، هو يخرج لهم واحد الصوت قال لهم بانه غادي ينتقم منكم كاملين. الاشخاص كاملين خافوا وهزوا الراهبه او المشعوذه وداوها للسبيطار، ومن فاقت كدوا معاهم
لهم واحد الصوت، قالت لهم شي واحد منكم صور الجن، وهذا الشيء ما كاينش في العقود والبنود اللي سانياه انا، وقالوا لكم بانكم خاصكم تحذفوا هذه الصوره ولا غادي يوقع لكم شي حاجه عمركم تخيلتوها. الراجل ملي سمع الراهبه مشى عند الصحفي الصديق ديالو، قال لي شوف خاصك ضروري تمسح الصوره ولا غادي يوقع لنا شي حاجه ماشي هي هذه، واعطيني وعد بانك غتنفذ هذا الحذف هذا. الصحفي قال لي صافي واخا غادي نحيد الصوره، ولكن الغد في الصباح تصدموا كاملين مني لقاو الصحفي نشر المقال وحتى الصوره في جريده صحفيه، وكاتب على المقال ان هذا هو الجن اللي صفها العائله تريتشفور، وحكى لهم على هذاك الشيء اللي شافوه المنزل من دخان، والصوره كتاكد هذا الشيء. هنا الاشخاص كاملين كانوا كيتسناو في يوم اللي غادي يتفاجئوا به داك الشيء اللي غادي يدير لهم الجنون. من بعد مده لقاو ديك المشعوذه في الحديقه ديالها ميته، وماشي بطريقه عاديه بل مقطعينها الى اطراف. اما الصحفي لقاو في الدار ديالو محروق، والدار كامله ديالو محروقه وميت. اما صاحب المنزل اللي شراه لقاو حتى هو مقطع في دار، وبالاخص في الدوش مقطعينه الى اجزاء صغيره. اما جوج اخرين اللي بقاو لينا لقاوهم مسطين وخارج العقل ديالو، ودارهم في مستشفى ديال الحمار. كلشي غادي يسولني اشنو غيوقع للمنزل اولا القصر، غادي نقول لكم القصر حرقوه كامل باش حتى شي واحد ما يشري ويوقع عليه كيف ما وقع لهاد العائلات بجوج. لحد هنا سالينا الحلقه ديال اليوم، ما تنساوش المحتوى اللي غادي ندير في رمضان هو عباره على القصص ديالكم نتوما. بغيت اي واحد فيكم وقعت ليه شي قصه غريبه وبغى يشاركها مع الاصدقاء ديالو، اولا بغى يشوفها على شكل فيديو يخليها لي في انستغرام على شكل ميساجات فوكا باش يجوني ساهلين نسمعهم. واول نهار في رمضان غتكون اول قصه، ومن بعد غادي نقلوح كل نهار قصه من القصص اللي غادي نصيفطوا ليا. التعليق ديالكم والاشتراك ديالكم في القناه مهم جدا. كنشكركم على المشاهده والتفاعل ديالكم.